يعني جاء المنحنى بهذه الطريقة، منحنى كذا مايل لجهة اليمين، هذه هنا متجه لجهة اليسار. لو رسمنا واحد ثاني مثلا متجه لجهة اليسار، واحد يمين واحد يسار، إذا جاء بهذه الطريقة هذا ما يعتبر توزيع طبيعي أو منحنى توزيع طبيعي، خطأ. لازم يكون متماثل، يعني نقصد متماثل إن تكون القمة تبعته الأعلى، وإذا سقطنا عمود تكون الجهة اليمين مساوية للجهة اليسار، هذا المقصود متماثل. إجمالي المساحة الاحتمالية تكون واحد، زي ما هو مجموع مساحة المنحنى يتساوي واحد. إيش المقصود؟ هذا هو المنحنى، هذا المساحة تبعته أو الخط الأعداد تبعه. هذه المنطقة تكون هذه لازم تساوي مجموعها يساوي واحد، ما تجي لا أعلى من واحد ولا أقل من واحد، مجموعها واحد. هذه برضو خاصة ومهمة ترى شو اسمه المسائل. إيش كمان عندهم هنا؟ المساحة هذه برضو خصائصها ما راح أتطرق لها. شيء ثاني لازم نعرفه إن في عندنا قانون القيمة المعيارية ياء، قانون هذا يحفظ. القيمة الياء هذه عبارة عن إيش؟ هذا الياء، هذا القيمة المعيارية، هذا الخط هو القيمة المعيارية اللي هي مجموعها تساوي واحد. طيب إحنا عرفنا خصائص معينة للتوزيع الطبيعي، وعرفنا القانون الخاص في القيمة المعيارية. قبل نبدأ حل المسألة في ثلاث أشياء أو في مجموعة أشياء لازم نعرفها قبل أو نحطها في بالنا، إن في قيمة الميو اللي هو الوسط الحسابي، الميو الوسط الحسابي أو القيمة المتوقعة كلها نفس الشيء، والانحراف المعياري هذا يعني الوسط الحسابي أو القيمة المتوقعة، وهذه الانحراف المعياري، وكمان سين وجدول التوزيع الطبيعي أو شو اسمه القيمة، نواتج القيمة واحتمالات أو حوادث أو شو اسمها هي يسمونها متغيرات حقت القيمة المعيارية. هذول كلهم يكونون معطيات في السؤال، يعني القيم هذه كلها تلقون قيمها موجودة في السؤال، يعني ما رح نتعب فيها كلها موجودة. المطلوب منا في التوزيع الطبيعي إن نحول المتغير سين من سين إلى ياء، هذا المطلوب في حل التوزيع الطبيعي، نحول سين إلى ياء. كيف نحولها؟ نحولها عن طريق القانون تبع القيمة المعيارية، يعني إحنا مطلوب نحول السين إلى ياء، والياء كيف نوجدها؟ عن طريق القانون تبعها. طيب نشوف عشان توضح الصورة أكثر، خلينا نشوف مثال. هذه نفس اللي أنا شرحته، اللي قلت لكم كانت يمين ويسار، كل الكلام نفس اللي أنا شرحته. فخلينا نشوف مثال يقول إذا كان أسئلة برضو، خلينا نقول نقطة مهمة. سؤال إذا جانا أي سؤال للتوزيع الطبيعي هو راح يكون ثلاث خيارات، مو ضروري يكون ثلاث، واحدة منهم بس راح يكون بالطريقة هذه. أول واحدة أما يزيد أما يقل، الاثنين والثلاثة أما يتراوح بين كذا وكذا، يعني قيمتين، أما يقل عن القيمة معينة أو يزيد عن قيمة معينة أو يقل عن قيمة معينة أو يتراوح بين قيمتين. يزيد ويقل تحتاج رسم
منحنى. أما يتراوح ما نحتاج، تكون العملية حسابية بدون رسم، بدون رسم. خلينا نشوف مثال.